تحريات عني قلقتني شويه، يعني كانت بتحاول تجيب عنواني عن طريق يعني ابتديت اسمع انها كانت بتحاول بطرق غير شرعيه بالنسبه لي، فده اللي وترني شويه. اهلا وواضح نجلة بدر. اغرب موقف حصل لي من معجبه، كانت بتراسل حد تاني على فيسبوك منتحل شخصيتي، فاعتقدت ان انا على اتصال بيها طول الفتره دي. وبعدين ما اعرفش هي جابت رقم تليفوني منين وكلمتني، قالت لي انا فلانه ان احنا بنتكلم، فقلت لها انا ما كلمتكيش قبل كده، قالت لي لا ازاي ده احنا بقالنا سنه بنتكلم على الفيسبوك. الغريبه انها نزلت مصر مخصوص عشان تشوفني، وبصراحه ما قدرتش اشوفها يعني، فاستغربت من الحدث يعني، لان انا حسيت خفت شويه توترت ما تاخدش متخيله كده، وسمعت انها كانت جايبه لي هديه وحاولت توصلي بس انا رفضت يعني. وبعدين تحريات عني قلقتني شويه، يعني كانت بتحاول تجيب عنواني عن طريق يعني ابتديت اسمع انها كانت بتحاول بطرق غير شرعيه بالنسبه لي، فده اللي وترني شويه. ما اظنش ان انا عندي مواقف طريفه كتير في التصوير لان ببقى مركزه في شغلي قوي، بس اعتقد من المواقف الطريفه ان انا مره رحت شغلي على اساس بعت لنا الريجي ان احنا عندنا حضور الساعه 12 الظهر، فروحنا كلنا اكتشفنا ان هو غلط وهو حضور الساعه 12 بالليل، فكلنا رحنا ما لناش العربيات ولا لقينا اي حد موجود، وعمالين نتصل بيهم الناس نايمه، وفي الاخر قال لنا ايه اللي وديكوا دلوقتي؟ قلت له انت بعت لنا الساعه 12 الظهر، قال لا ده 12 بالليل، قلت له لا في فرق بين الظهر وبالليل يعني 12 ساعة في النص يعني. ده من أطرف المواقف، بس عادة أنا شغلي ما فيهوش طرائف كتير قد ما فيه، لأن بركز في شغلي قوي يعني. يعني الموضوع بالنسبة لي جد شوية، ما هوش رحلة يعني، فدايما بحس إن دايما تعاملي مع الشغل بيبقى جد شوية. أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، عملت حريقة في البيت، دي اكتر حاجه، بس والله ما كانت مقصوده يعني، بس حسيت ان انا عملت جريمه يعني، ان انا عملت حاجه مجنونه جدا. رجعت متاخر قوي من الشغل مره، كنت تعبانه جدا وجعانه، فحطيت الزيت على النار وقلت اعمل بطاطس محمره يعني، دي اسهل حاجه يعني، ودخلت الاوضه نسيت ان انا اصلا حاطه زيت على النار ولا حطيت البطاطس ولا اي حاجه، وفجاه وانا قاعده سمعت انفجار في البيت فطلعت لقيت في انوار من بعيد كده، حاجات عماله تنور وتطفي، البيت كله ولع تقريبا، وجبنا مطافي، وكان يوم من قليل، وما بقتش عارفه اقول لاهلي ايه، ان انا حرقت البيت بتفحم يعني، المطبخ اتفحم وهباب اسود تاني يوم، وبيضنا البيت كله، فانا ابتديت احس بتانيب ضمير قوي، بس ما كنتش قصدها يعني، بس انا حاسه ان انا عملت مصيبه يعني. لو ارجع بالزمن اغير حاجات كتير قوي في حياتي يعني، لا ده كتير جدا يعني، لا حاجات كتير يعني اغير. ايه ده يا جماعه، ده السؤال ده صعب اغيرها كلها من اول ما ابتدت يعني، لا ما كنتش هغير اسمي، ما كنتش هغير تاريخ ميلادي، ما كنتش هغير بابا ومامتي اكيد، ما كنتش هغير سكني، ايه الموضوع ده، بس في حاجات تانية كان ممكن اغيرها يعني، بس بجد لا ابتديت احس ان انا دلوقتي ان انا ما فيش حاجه عايز اغيرها، مبسوطه باللي حصل لي ومبسوطه من اللي انا فيه دلوقتي يعني. ميرسي جدا واضح، بحبكم قوي، نجلة بدر.